يعطيكم العافية مشاهدي اليوتيوب، معاكم حسين. في الفيديو راح نتعلم شغلتين انتم طلبتوها في الكومنتات. الاولى شلون انا اقدر اسوي تنقلات حق اللوجو الخاص في قناتي او انيميشن، والثانية شلون انا اقدر اضيف ايات قرآنية داخل برنامج لوما فيوجن. خلونا نتعلم كل هذا بعد الانترو. خلونا اول شيء نتعلم شلون انا اقدر ادخل اللوجو الخاص في قناتي في تنقلات معينه داخل البروجكت اللي انا اشتغل فيه. داخل برنامج لوما فيوجن حاليا احنا اخترنا فيديو حق الخلفيه، تقدرون تختارون الفيديو اللي انتم تبونه. الحين لازم نضيف اللوجو الخاص في قناتي. يفضل اللوجو اللي انا اضيفه يكون في صيغه البي ان جي، اي انه يكون الخلفيه شفافه. اذا انت ما عندك صيغه بي ان جي لا تحاتي، في طريقه ثانيه ان احنا نقدر نستخدم الكي افكت الموجود داخل برنامج لوما فيوجن، واقدر اشيل لون الخلفيه اللي موجوده في اللوجو. اضغط على السورس واروح على الفايلز او مكان انا وين انا ضايف اللوجو الخاص فيني. احيانا تلقى انت ممكن تكون ضايفه بالصور، انا ضايفه هنا بالفايلز. هذا هو اللوجو الخاص في ديرا تك، اضغط عليه انزله في الفيديو عندي تحت، وكذي انا ضفت اللوجو فوق الفيديو اللي انا كاشتغل عليه. اقدر انا اطول واقصر على المده مثل ما انتم عارفين. الحين انا شلون اسوي انيميشن او اسوي تنقلات حق اللوجو هذا؟ بكل بساطه، حاله حال اي صوره انت كتسوي عليها تنقلات، تضغط على اللوجو مرتين، راح تشوف ان عندنا اكثر من اوبشن احنا تكلمنا عليهم من قبل. عندك اما تروح حق فريم اند فيت او تروح حق كلر اند افكتس. خلونا اول شيء على فريم اند فيت. هني اذا انا بضيف اي تنقلات من موجوده فوق عندي على اليمين، التنقلات هذه بسيطه، هي دخول وخروج حق اللوجو مثلا او حق اي صوره انت تشتغل عليها. هني خلينا نختار هذه اللي هي مكتوب عليها بان رايت. لو انا اضغط عليها ولو احرك الفيديو راح تشوف ان اللوجو كيتحرك معاي رايح من اليمين الى اليسار. مثل ما انتم شايفين ان اللوجو تارس لي الفيديو، انا ما ابي كذي، ابي اصغر. فانا اقدر اروح حق بدايه الفيديو، هو اوريدي حاط لك الكي موجوده هني. انت بدل انت رايح على الكي هذه الحين تقدر تعدل عليها، فانت تقدر تعدل على مثلا السايز، تقلل شوي على السايز وتقول مثلا، طبعا احفظ رقم السايز، مثلا احنا خلينا نقول حطينا سايز 40 ونبي يكون شوي فوق مثلا، واخليه عند مثلا ماينس 46 في الواي. فانا لما احركه راح تشوفون انه شوف راح يكبر بهالطريقه هذه، احنا ما نبي كذي. فلازم انا الكي الثانيه موجوده في نهايه الصوره لازم احطها نفس مواصفات الكي موجوده هنا. لو تذكرون الكي هنا احنا حطينا ان السايز 40 والواي حطيناه ماينس 46. فانا اروح حق اخر شيء هنا اسوي نفس الشيء، ارد السايز حق 40 والواي خليه ماينس 46. وكذي انتم راح تشوفون التنقلات حق اللوجو صار بكل بساطه بهالطريقه. تقدرون انتم تضيفون تنقلات ثانيه، او ان انتم نفس التنقلات اللي انت تشتغل عليها دي تغير فيها، تسويها الطريقه اللي انت تبيها حق اللوجو الخاص فيك. نرجع مره ثانيه حق الملف مالنا، وبدال فريم اند فيت انا اضغط على كلر اند افكت. داخل كلر اند افكت انت عندك اكثر من افكت تقدر تضيفه وتغير فيه، فخلونا نجرب بافكت واحد واترك مخيله لكم انكم انتم تختارون الافكتات الخاصه فيكم وتسوون الشيء اللي انتم تبونه. فمثلا انا ضغطت على الافكت، لو انتم شايفين هني ضغطت على الكريستلايز اللي هو اخليه كانه كريستل، وتشوفون هني عندي خلينا نفرض على الانجلز. لو اضغط على انجلز شوفوا شلون صار، تغير عندي انا الترانزيشن. بكل بساطه انا اقدر ان ما ازيده او ان انا اقلله بهالطريقه هذه. شلون انا اقدر احرك اللوجو الخاص فيني واسوي له تنقلات خاصه فيه؟ بكل بساطة أنا أقدر أضيف أكثر من تنقلات على بعض، أو أضيف واحدة من التنقلات وأضيف عليها إفكت معينة ويطلع لي ترانزيشن أو يطلع لي تنقلات خاصة فيني أنا. اللي سويناه بكل بساطة استخدمنا أول شيء البان رايت اللي هو تنقل من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين حق اللوجو، بعدين ضفنا عليه إفكت. الإفكت اللي ضفناه هو إفكت اسمه كريستلايز أو أنجل كريستلايز، اللي يسوي إنه هو يكسر لك اللوجو مالك كانها جوهره، بعدين يرد يركب لك اياها مره ثانيه. فعلى اساس احنا نقدر نسوي الشغله هذه بعد ما ضفنا البان افكت، نروح الحين مره ثانيه على كرر ان افكت، واحنا هني مثل ما شفنا ضفنا الانجل
واللي سويناه ان حطينا السكيل واحد على اساس لا يكون متغير بالحجم، وضفنا الانجل خليناها صفر. الحين شنو اقدر اسوي على اساس اسوي له انيميشن؟ بكل بساطه اروح على بدايه الفيديو وهو اوريدي حاط لي كي هني، اروح انا على نهايه الفيديو اضيف كي ثانيه. حاليا الكيز ما سوت ولا شيء بالنسبه حق الانجل، فانا لازم اغير. فانا ارد على اول الفيديو واروح ازيد السكيل هني او ازيد الايفكت، وتشوفون الايفكت انا الحين مثلا دورت بالطريقه اقدر اقلله بهالطريقه كذي او اسوي نفس هذا. احنا انا سويت كذي حاليا لان النقطه الاخيره هذه هي راح يرد على شكل الطبيعي. لو انتم تطقون بلاي او تحركون الفيديو راح تشوفون الايفكت شوي شوي كذي يتحرك ويرد كريستلايز. سويت انيميشن حق اللوجو، خلونا نشوف شلون شكله يصير لما ارجع حق البروجكت. بدايه الفيديو طق بلاي. وكذي انا ضفت الايفكت او ترانزيشن والانيميشن خاص في اللوجو. طبعا تقدرون انتم تسوون اشكال يعني معدده وكثيره حق اللوجو الخاص فيكم. اذا انت تبي تسوي ان تخلي اللوجو يتحرك من نفسه، كل حرف يتحرك بروحه، اذا شايف ان الشغل هذا وايد وبصراحه ما تبي تضيع وقتك عليه كل مره، بكل بساطه تقدر تدخل على احدى المواقع اللي هي تسوي لك انترو خاص في اللوجو مالك. يعني يقدرون يخلون اللوجو مثلا يتحرك، يضيفون عليه انيميشن، اي شيء انت تبي تكلمهم وهم يسوون لك اياه. احدى المواقع هذه اتوقع بعضكم يعرفها، موقع فايفر. فايفر بكل بساطه اي شخص يقدر يدخل فايفر، هو مطور او هو عنده ابداع بمجال معين يقدر يقدم خدماته للناس وياخذ بالمقابل مبلغ على الخدمات هذه. المبلغ امانه على حسب الخدمه اللي هو يقدمها لك. وكذي تكون سويت لك فيديو خاص حق اللوجو مالك، وكل بساطه تستخدمه اي فيديو تبي ثاني من غير ما انت تتعب تسوي له انيميشن. الشغله الثانيه اللي احنا راح نتعلمها هي شلون انا اقدر اضيف ايات قرانيه داخل الفيديو الخاص فيني. فخلونا نبلش. نروح احنا على فيديو ثاني مثل الفيديو هذا. بكل بساطه الفيديوهات هذه انت تقدر تحصلها من اليوتيوب وتسوي لها داونلود اونلاين. تدخل على جوجل تكتب داونلود يوتيوب اونلاين وراح يطلع لك كذا موقع تقدر تنزل فيه الفيديوهات اللي تبيها. فهذا الفيديو خذيناه من اليوتيوب، تشوفونه هو عباره عن لقطات حلوه 4K تقريبا. خلونا الحين نضيف على صور على فيديو السحاب هذا نضيف ايه قرانيه. على اساس اضيف ايه قرانيه بكل بساطه اروح على جوجل واكتب في السيرش ايات قرانيه PNG، او تكتبون مثلا ايات قرانيه خلفيه شفافه راح يطلع لك مجموعه من ايات القرانيه، بعضها شفافه بعضها للاسف تكون خلفيتها فيها خلفيه بيضاء. مثلا خلينا نضغط على الصوره هذه وقل ربي زدني علما، هذه يعني حظنا ان خلفيه شفافه. فانا كل بساطه شو اسوي؟ اضغط على الصوره فتره واطق على اد تو فوتوز انضافت. خلونا ناخذ ايه ثانيه مع خلفيه بيضاء عشان اوريكم شنو تقدرون تسوون في حال اذا واجهتوا بالشغله هذه. خلونا نختار الايه هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاضغط عليها لتشوفون هي خلفيتها بيضاء، اضيفها اد تو فوتوز. واللي اسويه الحين انا ارجع لبرنامج لوما فيوجن. داخل برنامج لوما فيوجن مثل ما قلت لكم احنا اخترنا ايتين، واحده خلفيتها شفافه والثانيه خلفيتها بيضاء. خلونا على السريع نرجع نروح على الفوتوز وين ما انا حفظت الصور. هذول الايات عندي، اضغط على الايه الاولى وانزلها عندي تحت في البروجكت، ازيد عليها شوي كذي وتشوفون الايه عبت الفيديو كله. بكل بساطه اضغط على الايه هنا مرتين، اروح على فريم اند فيت وهني انا اصغر حجمها شوي اخليها كذي بالنص. يفضل في انتاج الفيديو انك انت لما تستخدم اي شعار او ايه قرانيه او اي كتاب تحطه بالفيديو ان الكتابه هذه يكون حجمها تقريبا نص حجم الفيديو او اصغر على اساس لا يعبي لك الفيديو كله والشخص بعدين اللي يشوف الفيديو ما راح يقدر يقرا الكتابه هذه. فانا افضل ان اخلي حجم الايه بالحجم هذا. انت تقدر تضيف عليها تنقلات حاله حال اي صوره ثانيه مثل ما احنا شرحنا في اللقطه السابقه. هذه الآية الأولى احنا ضفناها. خلونا نشوف إذا عندنا آية خلفيتها بيضة. مثل ما ضغطنا على هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أضغط عليها فترة، أنزلها تحت، أزيد عليها شوي. الحين هذه لو تشوفون إن خلفيتها بيضة، أنا لازم أشيل اللون الأبيض عشان أقدر أنا أبين الفيديو اللي وراء.
بكل بساطة أضغط عليها مرتين، أروح على Color and Effects وأروح على الكيز اللي فوق مثل ما سوينا قبل، أضغط على واحدة من الإفكتات اللي عندي مثلاً Green Screen Key. حالياً هو مختار اللون الأخضر على أساس يخليه مخفي، أنا راح أختار اللون الأبيض، أضغط على هذا وأروح هنا. اخترت لون أبيض طبعاً مثل ما إحنا شفنا قبل أن الآية راحت بسبب أن الـ Brightness Range زايدين الفل، هذا رده للنص والآية عندك طلعت بطريقة هذه. طبعاً تقدر تغير بالأمور الثانية اللي هو Saturation والـ Hue Range، وتقدر تسوي Reverse Key. Reverse Key إنك تتغير الألوان، تخلي الكتابة شفافة والأبيض هو اللي مبين. بالطريقة إحنا شلنا الخلفية البيضة، أقدر أنا أسوي نفس الشيء إن أنا أزيد السايز، أغيره الحجم، أقدر أخليه يتحرك يمين يسار، وضيفون كيز خاصة فيها وهالطريقة هذه. كذي تعلمنا شلون إحنا نسوي تنقلات حق اللوجو الخاص في قناتكم أو الخاص فيكم، وشيء ثاني تعلمناه شلون إحنا نقدر نضيف آيات قرآنية داخل برنامج لوما فيوجن. كذي وصلت معكم نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استفدتوا. وإذا عندكم أي سؤال خاص باللي تكلمنا فيه أو حتى شيء ثاني خاص في برنامج لوما فيوجن أو أي برنامج ثاني، اذكروا لي تحت في الكومنت، وإن شاء الله سوي لكم فيديو خاص نشرح لكم أو نحاول نبسط لكم شلون أنت تقدر تسوي الإفكتات هذه داخل البرامج اللي تتبونها. كان معكم حسين، لا تنسون لايك وسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني. مع السلامة.